اسمي منذر محمد ربيح. عندك كم سنة منذر؟ 4 سنين. بتروح الذكر بقى مع مين؟ مع أمي ومن شغلي. بتعمل ايه بقى لما بتروح الذكر؟ بلف. ازاي بتلف؟ بلف معه في الذكر. بلف معه جلابية وبمشي معه. بروح ألبس الجلابية وأروح مع أمي ومن شغلي. ومين أسرع واحد فيكم، أنت ولا عمك مشال؟ أنا. ليه أنت أسرع واحد؟ أي. ليه أنت أسرع من عمك مشال؟ مش هو اللي علمك؟ بلف أسرع منك. بلف أسرع منه. شوف فيديوهاتك على الفيسبوك؟ إيه رأيك فيها؟ حلو. حلوة؟ حلوة عشان أنت فيها ولا حلوة عشان إيه؟ أنا فيها. عشان أنت فيها؟ يعني بترقص أحسن وبتذكر أحسن من عمك مشالي فيها؟ أيوه. بتقول لعمك مشالي إيه بقى لما تشوف الفيديوهات؟ بشوف وأذكر زيي. اسمي محمد ربيع، من محافظة أسوان، مركز دراو، من آل العمدة أو آل حاج، من نجع العرب، والد الطفل منذر محمد ربيع. احنا طبعا شفنا الحالة اللي عاملها منذر على السوشيال ميديا بشكل عام، على الموهبة اللي عنده يعني في إتقان على الذكر، الليسي عندنا المعروف عندنا هنا في البلد أو في محافظة أسوان عامة باسم الذكر الليسي. حبيت أنوه يعني على أنه سبب ميول منذر أو إتقانه مثلا المبكر رغم سنه يعني للذكر الليسي، هو طبعا ده جاي على اساس انه دي حاجه متوارثه عندنا كتراث شعبي، بنستدعي المشايخ دي مثلا في افراحنا او في الليالي سباق الخيل بالنسبه للبلاد عندنا هنا معروفه مثلا، بيشوف عمه هنا او عمامه بشكل عام في العيله بيمارسوا الذكر طبعا عندنا هنا احنا. ابتدت مثلا الفضول طفل صغير بالنسبة ليك انه عايز يقلد الكبير في اللي هو بيسويه مثلا، فنبع عنده برضو من ناحية انه بيحب الخيل، ومن ناحية تاني برضو انه بيحب يمارس هواية الذكر. الاول كان مخدها كتقليد وبعدين اصبحت هواية بالنسبة ليه، نماها او بقينا ننميها معاه مثلا يعني كهوايه بالنسبه لي يعني الاكثر ولا اقل، انه مثلا ما يجهدش عينه كثير قدام الشاشات او قدام التابلت او قدام الايباد او قدام التلفزيون مثلا يعني، لا بالعكس احنا كنا بنخليها الحاجه زي دي يعني انه يبقى بعيد شويه من الحاجات دي عشان ما تضرش يعني بعينه يعني كده، وهو الحمد لله طبعا استجاب للحاجة دي فبقت عنده هواية بقى يمارسها بشكل دائم سواء في البيت طالما احنا قاعدين مثلا بعد ما يخلص مثلا الموجزة بتاع القرآن بتاعه أو مثلا اللي قاعد مثلا بيتعلم مثلا هو في الحضانة مثلا المس بتاعت الحضانة ادته مثلا. بعدين انا لما لقيت مثلا حبيت مثلا يعني في البيت عندي بحب مثلا اعلم الاولاد عندي مش كل فراغهم بخليه يتوجه على الايباد مثلا، لا بحب مثلا اخليهم يعملوا تمارين بعد ما يخلصوا فروضهم سواء زي ما قلت قران او ايا كان، بخلي فراغهم مثلا شويه في التمارين. لما مثلا بلاقي العيل هيحصل عنده زي ملل فدخلت عندهم فكرة الذكر برضه، هم كده كده عارفينه وماخدين فكرة عنه، دخلت لهم فكرة الذكر من ضمن التمارين نفسها، لأنه الحركات أو الإيقاع اللي بنعمله احنا في الذكر بشكل عام هو عبارة يعني اللي هيتفرج عليها يعرف انه زي التمرين بالضبط، محتاج جسم مشدود، يعني أي حد مثلا جسم مش مشدود هيتعب مش هيمارس مش هيقدر يستمر بشكل عام مثلا أو فترة طويلة في الذكر. فمن الناحية دي برضو أتنمت عنده الموهبة وأتنمى عنده الميول لأنه يحب الذكر وكذي،
فابتدى بقى يستمر، حتى لو انا ما قلت لهوش يلا مثلا، بقى هو من نفسه يجيب التلفون يتفرج على الذكر، يتفرج على عمه مشالي ويقلده، لغايه مع الوقت بقى ابتدى مثلا يتقن اللي بيعمله عمه مشالي. وفي الحاله دي لما عمه مشالي لقاه مثلا انه فعلا بقى يتقن الحركات دي او بقى معاه في الذكر زيه زي اي انسان بالغ، وهي سبحان الله طبعا موهبه، بقى يخليه معاه في الـ في الـ في الصف، يذكر معاه بالنسبه لهنا الليالي عندنا هنا الليالي القريبه وكده يعني. ويعني دي من الناحيه دي بقى حببته في انه الذكر، انه على اساس في الاول كان زي تمرين هي مارسها، بس طبعا هي بقت هوايه بالنسبه لي. واستمر بقى من ساعتها انه بتدرج شويه شويه في الذكر يعني، لغايه ما وصل للمستوى اللي هو فيه دلوقتي. وان شاء الله باذن الله نسال الله التوفيق يعني في الحياه بشكل عام بالنسبه للطفل منذر يعني، باذن الله وربنا يحفظه من كل سوء باذن الله.